المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رواد الاعمال. كما عودناكم ان ننتقي لكم الافضل والاكثر تميزا. نرحب بضيفنا السيد وطن رمضان صاحب ومدير شركه وطن رمضان للتصميم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا. سيد وطن، ممكن بس تعرف المشاهدين بشخصك الكريم؟ انا مهندس وطن رمضان رحيم، جيت سنة 2004 تحت شركة نور، فرع من شركتي بالعراق اللي هي كانت أساسا تركي ديزاين اند اكسكيوشن. فتحنا شركة تريدينج بالهاي لكجري ماتيريالز، كنا احنا مميزين بالمواد عالية الجودة والغريبة بالسوق، واستمرنا والحمد لله بجهود الدولة لأنه الأمان والأمور السهلة اللي قدمتها الدولة للمستثمرين. فبنت علاقة وطيدة بيننا وبين الدولة، بمساعدتها أنجزنا كثير من المشاريع الصغيرة والكبيرة في كل الأمور. بعدين يعني الأمور كانت طيبة الحمد لله والشكر، فتحنا شركة ثانية اسمها شركة وطن رمضان للإنتريور، وقلنا نصمم وننفذ التصاميم اللي نصممها. والحمد لله الدولة واعدة وتشجع على الاستثمار في كل المجالات، وهذه واحدة من الأسباب اللي خلتنا نعيش في بلدنا الثاني هو الإمارات. ممكن تحكي لي عن شركة وطن رمضان، بداياتها، كم عمر الشركة، الخدمات اللي بتقدمها؟ عمر الشركة تقريباً يعني احنا صار لنا تقريباً في دبي 17 سنة الحمد لله والشكر لله الله، وفضل دولة الإمارات اللي كانت هي الدعم الأساسي للتشجيع المتواصل في فتح أفق جديد بالاستثمارات اللي نفتيه. احنا بداياتنا كنا نتعامل مثل ما نتعامل بس في الشغلات الهاي اللي هي احجار شبه كريمة، في عندنا سمارت جلاس، في عندنا الايبوكسي كل انواعها. هي الاحجار من وين؟ الاحجار هي تجي من كل انحاء العالم، بس عندنا سورس فابريكيشن وهاي من اوروبا ومن من الهند، في يعني كثير، في عندنا المضرة كل، يعني بدنا نحاول نتخصص بس بالشغلات اللي هي تمس السبيشالست الهوبيز مالتنا يعني دائما. فتحت الشركة الثانية بعد ما تخرجت بنتي اللي اخذت اوارد من الشارقة اللي هي شركة انتيريورز، فقلنا نشتغل توظيف البرودكت مالتنا مع الانتيريورز مع التنفيذ الدقيق والتفاصيل، ممكن تطلعون عليها دقة التركيب والتفاصيل. الحمد لله يعني الأمور ماشية، رغم أنه يعني نشكر الدولة حقيقة لما قدمته لفترة كورونا، يعني كثير احنا فترة كورونا كيف أسرع يعني الحمد لله كنا الواقع نشتغل من البيت نجي للدوام، بس وجود الافكار والناس الخيره في الدوله، اتوقع يمكن احنا اول دوله اللي اجتازت هاي المرحله عالميا، يعني رغم انه في دول ضايعه. فهذا واحده من يعني من المحاسن يعني اللي ما نلقاها ببقيه الدول، واللي شجعتنا نستمر في عمليه العطاء ونفتح افق جديده. دائما يعني الامارات ودبي بالاخص دائما نبحث عن الافق الجديد والمتطور لان هي تشجعنا. مهندس وطن، بكل مجال وبكل عمل في صعوبات، شو اهم الصعوبات اللي واجهتك وتخطيتها؟ احنا الحقيقه كان اكثر الصعوبات اللي واجهتني هي اوقات كورونا بالنهايه، بس الحمد لله استاذين، وفي نفس الوقت كان عندنا يعني مشاريع استلمناها في اوقات كورونا، لان يعني البلد ما شاء الله العطاء مستمر وما توقفت كثير من يعني
المشاريع اللي كنا نشتغل عليها. فالمعوقات يعني ما اريد اقول لك اكو معوقات لانه كل شيء تقدميه سهل. يعني هنا اي معامله تقدميها ما بها صعوبه لانه السموث بهذا الصور حتى باوروبا. انا شايف هاي المواضيع هنا في كل مجالات حياتك. يعني انا لا اللي عشت 17 سنه هنا وجدت اسهل تعاملات موجوده بدوله الامارات. اي شيء ما يخلص بربع ساعه نص ساعه اي معامله لانه تعاون الدوله مع المستثمرين تعاون في كل المجالات. لكل شخص طموح وناجح رؤيه مستقبليه، ما هي الرؤيه المستقبليه لشركه وطن؟ دائما نبحث عن الافق الاوسع، يعني نخطو خطوات جديده. يعني احنا باعمال الديكور نبحث عن شيء جديد. يعني في عندنا خط جديد هو بالايبوكسي وكنا نشتغله من قبل يعني بس هسه طورناه اكثر فصار يدخل في مجالات كثيره. دائما نبحث عن اي شيء جديد يخلينا بمسار بقيه الشركات الاخرى. والانفايرمنت اللي موجود هنا هو اللي يشجعنا انه لازم نطور. يعني لازم ما نوقف عند خط معين، لازم نستمر مثل ما الشيخ محمد الله يحفظه دائما الى الامام. وهاي رساله نعتز بها من شيوخ الامارات. في ظل الظروف التي نعيشها في الوطن العربي نشكر الله على نعمه الامن والامان والاستقرار في دوله الامارات العربيه المتحده. حابين نوجه كلمه شكر لحكام وشيوخ دوله الامارات العربيه حفظهم الله ورعاهم. يعني انا الشكر والتقدير والاحترام لان يعني ما اصور في دوله عربيه بهالطريقه التعامل مع كل البشر سواسية بتسهيل الامور للمواطن العادي والمواطن الدوله. لا فرق بينهم في التعامل الحكومي. الشكر والتقدير والاحترام لكل شيوخ الامارات ما قدموا لنا ونكون احنا سند لهم بالحياه لان العمر 17 سنه عمر كبير. فلذلك احنا سند لهم ومعاهم. الله يحفظكم جميعا. مهندس وطن بس ممكن نضيف خبر المشاهدين بلوكيشن وطن عندك؟ احنا بزنس باي دبي، بزنس باي كابيتال وولدنج تاورز طابق السابع 701 وطن رمضان التلفز. مهندس وطن نحن فخورين بوجودك معنا ونتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح. شكرا جزيلا على الاستضافه والله يحفظكم ويعطيكم الصحه. مشاهدينا الكرام الى هنا وتنتهي حلقتنا لهذا الاسبوع. الى اللقاء في حلقه جديده بالاسبوع القادم. دمتم بخير.